يا مساء الخير واهلا وسهلا، تحياتي لكل الاهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه النهارده من السادسه. اهلا وسهلا بيكم دايما على شاشه الاهلي، والنهارده يوم من الايام المنتظره، منتظر طبعا بحكم اهميه المواجهه. يعني احنا بنتكلم على كرنفال بنقعد نستناه كل 4 سنين، ونستنى طبعا الادوار والماتشات الخاصه بالادوار النهائيه، وماتش قبل النهائي دايما محل اهتمام العالم كله. لكن اللي بيزيد من الاهميه النهارده وجود منتخب عربي افريقي للمره الاولى في التاريخ. وعشان تعرف يعني ايه كره قدم، تفهم اهميه انه يتجمع كل الوطن العربي، تهالي النهارده كل الشعوب العربيه بتشجع المنتخب المغربي، واكيد طبعا الافارقه، يعني في ظني انه معظم الافارقه يهمهم، لانه انجاز افريقيا برضو انجاز تاريخي بيحصل لاول مره ان منتخب افريقي يوصل المربع الذهبي. لكن الاهم من ده هو السؤال، صحيح بنحب المغرب وصحيح نفسنا المغاربه يعني على الاقل يوصلوا نهائي، وانا شايف انه لو نجح المنتخب المغربي انه يتجاوز فرنسا اعتقد فرصه هتكون كبيره جدا قدام منتخب الارجنتين المتواضع من وجهه نظري، مع كامل الاعتذار لمحب التانجو يعني. لكن شايف ان منتخب الارجنتين ده نسخه باهته قوي من منتخب او من الكره الارجنتينيه اللي اتعودنا عليها تكون قويه حاضره في اعلى مستوياتها. بشوف ان المنتخب الارجنتيني مش احسن حاجه في الدنيا، والحقيقه انه الحظ خدمه والتحكيم خدمه عشان يوصل للمباراه، وميسي خدمه عشان يوصل للمباراه النهائيه. لاول مره في التاريخ اذا بفاز المنتخب المغربي يطلع كاس العالم بره قاره اوروبا وبره قاره امريكا الجنوبيه. ولك ان تتخيل، وانا بحب دايما الارقام لان بيبقى ليها دلالات مهمه جدا، انه بطوله كاس العالم من ساعه ما ابتدت سنه 30 واحنا داخلين خلاص انت 8 سنين، يبقى فات 100 سنه كاس عالم. انت متخيل كم بطوله اتلعبت من ساعه ما ابتدت فكره كاس العالم، او من ساعه ما ابتدت بطوله كاس العالم سنه 30 الى يومنا هذا؟ الى يومنا هذا مفيش غير 8 دول بس عزيزي المشاهد من على سطح الكره الارضيه كلها قدرت ان هي تفوز باللقب. 8 دول من كل دول العالم، وبقيه الدول العالم دي ايه؟ قاعده بتتفرج حقيقي. انت بتتكلم على انه طبعا مدارس كرويه محترمه جدا كلهم، طبعا الاوروجواي في عزها في مجدها في عصرها الذهبي حققت بطولتين. لكن لما تتكلم على دول تعتبر من القوى العظمى زي انجلترا واسبانيا بكل بقى ما يملكه من انديه ومن لاعبين ومن مدربين، بتتكلم على انجلترا نسخه وحيده واسبانيا نسخه وحيده. ليفربول وريال مدريد ومانشستر يونايتد وبرشلونه واتلتيكو والريال، كل الهيلمان ده مره واحده لاسبانيا ومره واحده لانجلترا. عندك بعد كده الاوروجواي، الارجنتين، فرنسا، كل دوله من دول نسختين. اوروجواي والارجنتين وفرنسا كل دوله من دول نسختين. ثم بعد كده يجي طبعا ايطاليا والمانيا، كل واحده منهم فازت باربع نسخ من كاس العالم، والتايكون الديناصور طبعا البرازيلي في المقدمه برصيد 5 نسخ من كاس العالم. هم دول الدول اللي تمكنت من حصد اللقب على مدار تاريخ البطوله اللي بدا من سنه 30، بدا من سنه 1930. فنتمنى الحقيقه قلوبنا طبعا عربيا وافريقيا مع المغرب، ونتمنى حقيقه نشوف حد جديد بقى على منصه التتويج. وان كان البعض يعني الناس اللي بتتكلم كوره بتشوف انه النهائي اللي ممكن يجمع بين فرنسا والارجنتين ممكن يبقى نهائي تاريخي.